يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن آتي بفحل أو أن أستأجر فحلا لتلقيح البهائم التي لدي بمقابل مالي؟ لا يجوز لصاحب الفحل أن يؤجره ولا أن يأخذ مقابل غرابه، هذا منهي عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. التمس غير هذا، التمس غير هذا، تجد إن شاء الله. نعم.